يا حياكم الله من جديد. تعتبر الطاقة مكونا أساسيا من مكونات الكون، وتشتق الطاقة عادة من مصادر طبيعية وأخرى غير طبيعية، لذلك تقسم إلى نوعين هما الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة. واليوم موضوعنا عن مشروع إنتاج الديزل البيولوجي واستخدامه كبديل عن وقود الديزل الأحفوري المستخدم في تشغيل مكائن الديزل بجميع أنواعها، مع ضيفتنا اليوم السادة دعاء الدويخي عضو مشروع الوقود البيولوجي. سعد صباحك. صباحكم الله بالخير. يا حياتك. يعطيكم العافية ومشكورة على الاستضافة. يا حياك الله. الساعة المباركة، لقاء جميل إن شاء الله راح يكون مع ضيفتنا، لكن بعد هذا التقرير. يا حياك الله، شرفتينا في صباح الخير الكويت. الله يحييكم. سلمك وحظك. بالبداية يمكن يتبادر إلى ذهن المشاهد، شنو هو البايو ديزل، أو خلينا نقول الديزل الحيوي؟ البايو ديزل خلينا نقول، أو الديزل البيولوجي خلينا نقول، هو يعتبر نوع من أنواع الوقود اللي يتم إنتاجها عن طريق زيوت الطعام المستهلكة، بحيث لما ننتج إحنا هالنوع من الوقود تكون خصائصه متقاربة جدا مع الديزل الأحفوري، وبنفس الوقت نقدر نستخدم هالوقود في تشغيل مكائن الديزل بجميع أنواعها. يعني ممكن نسوي ريسايكلينج على اللي موجود عندنا. طبعا هو يعتبر ريسايكلد اويل يعني. حلو. طيب هذا المشروع البايو ديزل، يعني شو اللي خلاكم تروحون وتفكرون وتسوون هذا المشروع؟ اكيد في مشاكل، في عراقيل صارت، او في خلينا نقول تنبيهات جتكم انه لابد من وجود بديل. خلينا نقول صحيح، اول شغله لان خلينا نقول هذا النوع من الوقود يعتبر وقود صديق للبيئه. حلو. ليش؟ لأنه ما يضر خلينا نقول طبقة الأوزون، ولا راح يضر البيئة لقلة خلينا نقول انبعاثات الغازية اللي تنتج من عمليات الاحتراق. وثاني شغلة خلينا نقول إن ما شاء الله الحين خاصة مع زيادة عدد السكان عندنا، فمعناته إن حتى كميات الزيوت اللي قاعد يتم استخدامها عندنا في الطهي بشكل يومي أيضا قاعد تزداد. فإحنا كنا حابين نثبت هالشيء حق المجتمع، إن يعني نقدر نطبق هالنوع من الوقود عندنا هنا في الكويت. جميل. يعني المادة الأساسية المكونة لها اللي هي الزيوت العادية المستخدمة في الطهي. نعم. تحديدا. إيه. انزين، وممكن شلون انتم تحصلون عليها هذه الزيوت؟ طبعا هالوقود هذه او الزيوت هذه نحصل عليها، او احنا قمنا جمعنا عينات من مجموعه من المنازل هنا في الكويت، وايضا بعضها خلينا نقول من عدد مختار من مطاعم الوجبات السريعه ايضا. اها، يعني هذه بكثره راح تلاقونها. نعم صحيح. طيب هذه الابتكارات او النوع هذا من المشاريع كثير ويعني منتشر، وما شاء الله المبدعين والمبتكرين مثلكم كثيرين، لكن خلينا نقول شنو يميز مشروعكم تحديدا؟ احنا اوكي صحيح في وايد الحين ما شاء الله ابتكارات قاعد يسوونها، لكن احنا مشروعنا انه قاعد نستخدم هالانواع من الزيوت، يعني بدل لا يتم خلينا نقول التخلص منها، احنا نقوم نعيد استخدامها بحيث ان احنا قاعد ننتج نوع وقود جديد يعتبر بديل عن الوقود الاحفوري. وبنفس الوقت ايضا الحين بزياده قاعد نسوي دراسات عليها، بحيث ان احنا ايضا قاعد نحاول خلينا نقول نطور من هالنوع من الوقود عن طريق النانو تكنولوجي. حلو. وبنفس الوقت اننا بنزيد من كفاءه هذا الوقود، وايضا نخليها تتلائم مع جو الكويت عندنا. طيب التقنيات اللي مستخدمه في مشروعكم دعاء؟ التقنيات يعني طبعا عشان احنا نحصل هالنوع من الوقود لازم يمر بعده مراحل. حلو. اول مرحله لازم نسوي له الفيزيكال فلتريشن، بحيث ان احنا نتخلص من اي بقايا طعام او مخلفات فيها، يعني كتصفيه. نعم. وثاني شغله نقوم نسوي له واتر ريموفل، بحيث ان احنا نتخلص من نسبه المياه اللي موجوده بهذا الوقود اللي تم تصفيتها. حلو. ومن بعدها راح اللي هو الكيميكال تريتمنت، راح نقوم نعالج هذه انواع الزيوت بحيث ان احنا نضيف لها بعض المواد الكيميائيه، وبالنهايه خلاص نقوم نستخدم هالزيوت ونذهبها عشان يتم استخدامها كوقود. تحديدا الزيوت اللي تستخدمونها نباتيه وحيوانيه ولا بس النباتيه؟ النباتيه اللي قاعد يتم استخدامها في النباتيه. طيب هذا المشروع دعاء قابل للتطبيق، وله يعني وهل دراسة جدوى اقتصادية ممكن تكون؟ نعم ممكن تطبيقه. أصل هالفكرة موجودة عندنا إحنا في الخارج، لكن بنفس الوقت نفس ما قلت إحنا حابين نثبت إن هالشيء ممكن يطبق هنا عندنا في الكويت. وأيضا تمت دراسات جدوى اقتصادية، يعني منها سوينا دراسة جدوى إنتاج طاقة من زيوت طعام مستهلكة اللي تم إنتاجها عندنا هنا بالكويت، وأيضا اللي قاعد يتم استيرادها من الخارج. ومن بعدها هذا كان ما بين عام 2010 لغاية 2015، ومن بعدها اعتبرنا أن نص هذه الكمية راح يتم تحويلها إلى ديزل أحفوري. وسوينا تنبؤ مستقبلي لغاية 2020. حلو. ومن بعدها بناء على الرقم اللي احنا طلعناه اكتشفنا ان كمية الزيوت راح تزيد بنسبة 36%. جميل. فمعناته ان احنا ممكن نستخدم هالنوع من الوقود كوقود مساهم. حلو. يمكن معانا فيديو على الشاشة دعاء، اذا حابة تعلقين عليه اللي هي العملية. هذه كانت بداية المشروع هنا، قاعد توضح العمليات اللي لازم يمر فيها هالزيوت عشان يتم انتاجها.
هذه هي الخطوات اللي نعم وبالنهاية حتى أيضا جربناها على إحدى السيارات هنا موجودة، أو خلينا نقول عربة صغيرة تعتبر. حلو حلو. طيب هذه الزيوت اللي أنتم قاعد تستخدمونها أو الديزل الحيوي البيولوجي اللي قاعد تستخدمونه، في احتمالية تعطل الجهاز اللي قاعد يشتغل عليه أو المحرك عند الاستخدام؟ لا، فهو بالنهاية أصلاً الفكرة من هالمشروع أيضاً إن إحنا قاعد ننتج هالنوع من الوقود عشان نستخدمه كبديل عن الوقود الأحفوري، بحيث إنه راح يشتغل على جميع مكائن الديزل. على الجميع. نعم. وهو آمن على جميع المحركات. أيه. يعني ما يعرقل أنواع معينة. لا، لأنه خصائصه متقاربة جداً مع الديزل الأحفوري، فبحيث إنه راح يكون آمن على المحركات. يعني خلينا نقول هل في المستقبل إن شاء الله راح تكون آلة يمكن لكل واحد عنده في البيت ممكن يقوم في عمل الزيت الديزل البيولوجي؟ اتمنى ان شاء الله، لان فعلا هالشيء راح يكون له يعني خلينا نقول تاثير وايد كبير على البيئه. هو الموضوع محتاج يمكن توعيه اكثر حق المجتمع، يعني كل ما كان المجتمع بس محتاج توعيه، مو محتاج يعني تضافر جهود اخرى؟ فعلا محتاجين احنا هم ندعم خلينا نقول من المؤسسات والشركات عشان نوعي المجتمع اكثر بالموضوع، يعني كل ما كان المجتمع واعي كل ما ان شاء الله راح نشوف هالشيء يطبق عندنا هنا بالكويت. جميل، يعني يحتاج الى توعيه والى جهود تكون معاكم ان شاء الله، وهذا صح. اكيد راح تلاقونه ان شاء الله في المستقبل القريب. شاركتوا في مسابقات خلينا نقول داخليه في الكويت او خارجيه من خلال مشروعكم؟ اي شاركنا، كان اعتقد قبل سنتين في احد المؤتمرات الخارجيه في دوله الامارات بملصق علمي عن هالمشروع، ولله الحمد احنا تلقينا بعض الجوائز على المشروع اللي سويناه. وايد حلو. طيب منو ابرز الداعمين لكم في هذا المشروع؟ ابرز الداعمين كانوا اللي هم معهد الكويت للابحاث العلميه، الحاضنين دائما. اي نعم، وتلقينا بعض خلينا نقول الجهود الفرديه من المهتمين كانوا بالمشروع نفسه ايضا. حلو، يعني انا قششوني شغله وايد حلوه انك لاعبه رمايه. صحيح نعم. بس حاليا وقفت والله، لان ليش يعني هذه من الرياضات الجميله اللي لازم ما تتوقف. صح، وصار لي مشروع والدراسه، فخلاص الواحد لازم شوي يحاول يوازي بين يلا من خلال صباح الخير الكويت ترجعين ان شاء الله للرمايه، ويكون لقائنا التالي معك عن الرمايه ورياضه الرمايه ان شاء الله، توصلين في مراكز متقدمه وميداليات يا رب العالمين ان شاء الله. شكرا دعاء وجودك معنا، شرفتينا. مبتكرين مبدعين دائما بنات وشباب الكويت، ونتمنى ان شاء الله ونطمح للمزيد من الانجازات والمشاريع المستقبليه. ان شاء الله مشكورين، وتشرفت اني اكون متواجده معكم اليوم. يا حياك الله، والساعه المباركه، تشرفت بوجودها، وان شاء الله دائما هذه الابداعات وهذه الانجازات الكويتيه تكون ان شاء الله في المستقبل موجوده في كل دول العالم. بنروح معاكم الى خبر جميل تحت رعايه حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور مدير عام مكتب الشهيد ورعايه اسرهم، تم تكريم طبعا السيده فاطمه الامير، تم عمل تكريم لمهرجان شكرا امس في مكتب الشهيد. طبعا كان هناك من المشاركين في المهرجان الكثيرين، علشان كذي احنا نوهنا امس، واليوم جبنا لكم ان شاء الله هذه اللقطات الجميله عبر هذا التقرير.